السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعرف كل غرفة بتشتغل قد ايه، فاقول له اوبريشن بروفايل، فبيبدأ يقوم لي بالشكل دوت. كل واحد فيهم ممكن تغير الاسم بتاعها او تعمل واحدة جديدة او تلغيها. هل هيكون فيها اوكيوبنسي او في ناس موجودة فيها ولا لا؟ الهيومن هيت جنت قد ايه؟ السيرفيس هوت ووتر لود قد ايه؟ الهيوميديتي لود قد ايه؟ وهنا هيشتغل كام يوم، فممكن نقول له مثلا الجمعة اجازة والحد شغل او افري داي. طب هو هيبقى كل سنة ولا في شهور معينة هيشتغل فيها؟ عدد ساعات هو بيبدأ يحسبها لك، مش هتعدل انت فيها. ايدي الديلي سكادول، يعني هو هيشتغل مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، فتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. وتقدر تديله الانترنال تمبريتشر الماكسيمم والمينيمم بالشكل ده.